طيب قال هل مقاطعتها لقطر تجوز من ناحية شرعية ونهي عن المقاطعة والفجور في الخصومة؟ نحن منهجنا يا أخواننا إنه عدم الكلام في الحاكم سواء كان قطر أو السعودية، زي ما قال الشيخ سليمان الرحيلي قال هذه أمور بين الحكام، حكام المسلمين، ونحن واجبنا تجاههم إنه ندعو لهم ربنا سبحانه وتعالى أن يؤلف ذات بينهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يجمع كلمة المسلمين. عرفت؟ أما الشغل اللي بيعملوه الأخوان المسلمين من التحريش بين الدول وزرع وزعزعة الفتن بين المسلمين، ده شغل بتاع أخوان مسلمين بيستفيدوا منه أعداء الإسلام. والليلة المشاكل الموجودة في العالم 90 أو 95% منها قاعدة في أراضي المسلمين بسبب الأخوان المسلمين. اليهود راقدين ومرطبين نايمين، يوم يفتحوا المسجد الأقصى ويوم يقفلوا. الأخوان المسلمين لما ديلك يقفلوا المسجد الأقصى يمرقوا فوق عشان يأكلوا قروش الناس، قفلوا المسجد الأقصى وكوركو وهلموا واجمعوا التبرعات، وما بتلقى لك تبرع كيزدك ومرك برا خارج حدود بلدك، كله أكلوه الجماعة ديل. وبعدين ذاتوا مشكلتهم مع اليهود ما دينية، زي ما قال حسن البنا ونقل عنه هذا الكلام صاحب كتاب أخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ محمود عيادي عبد الحليم، قال ذهب الإمام حسن البنا إلى جمع ضم مجموعة من اليهود والنصارى، فقال وبهذه المناسبة أود أن أتحدث إلى الخصومة بيننا وبين اليهود. فمن ناحية دينية أقول إن خصومتنا لليهود ليست دينية. مشكلتنا مع اليهود ما دينية، مشكلتنا معهم لأنهم اغتصبوا أرض فلسطين، فهمت؟ ومتى ما رجعوا نحن ما عندنا معهم مشكلة، ده كلام حسن البنا. فما في داعي تاني الأخوان المسلمين يكوركوا ويرفعوا شعارات إلى آخر على أساس إنه يقولوا هم الناس الحادبين على الأقصى وحادبين على فلسطين وغيره من الدعايات الفارغة والفاشلة تحت الأخوان المسلمين، فهمت؟ أنت مشكلتك مع اليهود ما دينية. ربنا قال عن اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ربنا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وغيرها من الآيات التي جاء فيها ذم اليهود.